ايه ايه الرزع والخبط ده كله؟ انا بس صدقت العصابه هديت ونمتها شويه. احنا يا اخويا جايين نطمن على البنت، فيها حاجه دي؟ بنت جرالها حاجه؟ هي فين سمارة؟ سمارة نامت. انا مصدقت انها نامت، ليه عاوزين تزعجوها تاني؟ خش خش. يسترك يا اخويا يسترك. يعني انت مطمن النار ما طالتش بنتي بعد الشر ما طالتهاش؟ طمنا يا معلم، دي بنتنا مالناش غيرها. يا عم بنتك بخير وانا قدامك اهو بخير. احنا لما وصلنا لقينا الكباري بيتحرق. ومين حرق؟ هتكون مين يعني؟ واحد ابن مؤذيه له مصلحه في كده. الله، وش معنى يعني ما لقاش غير كباري سماره بنتي ويحرقوا؟ هو مين ده؟ اللي نشك في عينيه، المؤذي ابن المؤذيه اللي حرق الكباري يا معلم. عموما بكره هنعرف كل حاجه، انا سايبهم في الاسم والتحقيق شغال على ودنه. بقول لك ايه يا معلم، ممكن اطمن على بنتي لو سمحت يعني؟ في ايه يا عمنا؟ ما انا طمنتك عليها ولا انت ما بتصدقنيش؟ هنا جبت لها دكتور يكشف عليها؟ الله، انت جاي تفاول عليها؟ اجيب لها دكتور ليه اذا كان ما حصلهاش حاجه؟ الله، ما اللي بيكلم مجنون واللي بيستمع عاقل. لما هي ما حصلهاش حاجه مش عايز تدخلنا عند اهلها يا معلم؟ انا برضو مش تعال تعال تعالوا 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 امشي. طمني حالك بالظبط، عرفتوا حاجة؟ اه طبعا عرفنا، ده احنا من ساعة ما الكباري بتاعك اتحرق واحنا شغالين ما بنونش، محدش فينا نام لغاية دلوقتي. يعني عرفتوا مين اللي حرقه؟ اه عرفنا. مين؟ ماس كهرباء. ماس ايه؟ كهربائي. خبير المعمل الجنائي قال ان سبب الحريق ماس كهربائي. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا سعادة الظابط؟ عايز تفهمني ان حتة ماس قد كده يحرق كباريه تلات ادوار؟ ده انا صارفة دم قلبي على عفشة الكهرباء واللي عملها كمان ناس خواجات. اظن خبير المعمل الجنائي ملوش اي مصلحه في انه يقول الكلام ده، وخصوصا الراجل ده يعرف ربنا وعنده ضمير. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عارفه كويس قوي مين اللي حرق الكباري بتاعي. دي فعل فاعل. فعل مين الفعل؟ اصحاب الكباريهات اللي حواليا. طول ما انا كنت شغاله ما حدش فين كان بيعتب عندهم ولا صريخ من يومين كمان. ما احنا ما ينفعش نتهم الناس بالباطل من غير اي اثبات او دليل. هو انتوا كنتوا جبتوه وحققتوا معاهم من اصله؟ ما البلد مليانه كباريهات، معقولة هنخش بقى كل كبارين جرجر صاحبه ونجيبه نحقق معاه؟ اتهمنا انت واحد واحنا نجيبهولك نحقق معاه، بس لو طلع مظلوم انت اللي هتتحملي المسؤولية. يعني المطلوب مني ايه؟ اقعد احط ايدي على خدي واستعوض ربنا في الفلوس اللي حطيتها في الكباريه؟ والله بقى احنا عملنا اللي علينا والموضوع في الاخر طلع قضاء وقدر، حاجة بتاعت ربنا كده، هنعمل فيها ايه؟ تصدق وتؤمن بالله؟ انا عارف انك كنت هتقول كده. هتأيدوها ضد مجهول. إذا كان القتيل اللي اتقتل عيني عينك اي الطهد ده مجهول، هتيجي على الماس الكهربائي. نحمد ربنا واشكريه انك رحت الكباريه متاخره. طب والله ساعني الكلام ده بقوله لها من امبارح، ده انا حتى نويت اتبع عجل واعمل ليله لاهل الله عشان ربنا نجاها. تعرف يا ست سماره، لو كان اللي حصل ده بفعل فاعل زي ما بتقولي كان استنى لما توصل الكباريه وتترستقي وبعدين عمل عمليه. يا عم فلا الله ولا فالك، ما تفولش عليها على الصبح، ما صدقنا ربنا نجاها بالسلام. يا جدع انت انا قصدي ما تقولش يا عم، مش ناقصه قوالك. في ايه يا دنجل؟ ده انت ناقص تقف بنبوت على باب بقي، ما تسيبنا اكمل يا جدع. ما تسيبه يا اخي يتكلم، انت مش عايزه ينطق ليه؟ يا ست يا ريته بيتكلم، ده بيحدف دبش عليك على الصبح وبيفول عليك. وانت انا سبتنا اكمل؟ انا قصدي اقول لو بفعل فاعل زي ما بتقولي كان هيبقى قصده سماره مش قصده الكباريه. هو هيعمل ايه بالكباريه؟ ما ممكن تشتغل في اي كباريه تاني. هو قصده سماره مش الكباريه. كلام حسن مظبوط يا ست الكل، هم عايزين يعطلوكي وبعد كده يجي لك واحد منهم يعرض عليكي تشتغلي وياه وتوافقي لو يدراعي. يعني انا ما حدش يعرف ايه دراعي. طب اياك حد فيهم يهوب ناحيتي ويقول لي تعالي اشتغلي معايا، ساعتها هدفعهم دم قلبهم. واحنا مش محتاجين لدم قلب حد يا سماره. الله، احنا خلاص هنقفل موضوع الرأس ده وكفايه اللي حصل. ايوه، ما بصراحه كده انا قلبي ما يطوعنيش انك تشتغلي الشغل دي تاني. الله، انت محتاجه 1100 فل على كلامك يا معلم، اهو ده الكلام اللي كان نفسي اسمعه من الصبح. طول عمر المعلم سلطان بيقول كلام يرم النافوخ،
انتوا تقصدوا ايه؟ من غير ما تزعلي انا يا ست الكل، ما يصحش مرات اكبر معلم بنته جار الصنف اشتغل لما مؤاخذه في كباريه قدام اللي يسوى واللي ما يسواش. تعجبني يا سعد وربنا تعجبني يا سعد. سامعه بيقول ايه؟ اهو ده الكلام اللي كنت عاوز اقوله من اول ما اتجوزنا. اخس عليك يا معلم سعد، جيت في صف السلطان كانش العشم يا راجل. انا جيت في صف الحق يا ست سماره، وعلى فكره انا كمان مع الكلام ده. ست سماره انت مرات المعلم بتاعنا، يعني اللي يمسك يمسنا، انت الملكه واحنا رجالتك. حسن سمرة انت عمرك سمعت عن ملكة ترقص في كباريه؟ الله الله عليك يا حسن، الله 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 الله، كلامك دغري نخشش في نفوخي. يا سلام، مغلوطش اللي سماك حسن الجن. والا الله الله يا معلم، على اساس ان سلامة حجازي بيغني يعني، ما احنا ممكن نطبل احنا كمان ونقول اي كلام. يا ختنه انت خليك في خيبتك. وبعدين يا معلم، ما قلنا اشتم زي ما انت عايز، واللي انت مكسوف تقوله اكتبهولي، وما صحش كده قدام الصبيان. صبيان ايه يا دنجر؟ ما تفطمه يا معلم. سيبك منه. عارف يا ست سمارة لو عايزه تشتغلي تعملي ايه؟ اعمل ايه يا سعد؟ تشتغلي معانا. نعم يا اخويا، اشتغل معاكو. واشتغل معاكو ايه بقى ان شاء الله؟ معلمة جنب المعلم. معانا اهو، ماله نفكر فيها يا معلم سعد. وليه الشغل من اصله؟ هو انت لا سمح الله ناقصك حاجه؟ طب شاوري انت على اللي نفسك فيه وشوف انا هعمل ايه. امال عايز نقعد كده لا شغل ولا مشغله؟ لا، ما هو باذن الله باذن الله هتلاقي اللي يشغلك. عايز نعمل ايه يعني؟ املي عليا البيت عيال، اصل ما كانش ليا نصيب مع كل النسوان اللي اتجوزتهم. ربنا ما رزقنيش بنعمه الخلفه، بس بقى في حاجه جوايا بتقولي يا سلطان ربنا هيعوض عليك بمراتك سماره، هي اللي هتملي عليك البيت عيال. بقى عايز تفهمني ان نسوانك الثلاثه ما عرفوش يخلفوا منك، وانا يعني اللي هعرف اخلف؟ اه ضميري بيقولي كده. اخس عليك يا سلطان، تبقى انت متجوزني عشان عايز نخلف لك وبس. وانا اللي قلت ان انت اتجوزتني عشان بتحبني. طب افرض بقى طلعت زي التلاتة اللي سبقوني وما خلفتش، هتعمل فيا ايه؟ هترميني في الشارع زيهم؟ لا 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 لا، ممكن ابدا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سماره؟ انا اتجوزك انت عشان بحبك انت يا سماره. صدقيني انا ما فيش حاجه في دماغي باللي انت قلتيه ده كله. انت عندي اغلب الدنيا دي كلها سماره. طب افرض جبت لك العايل تبقى اغلى واغلى. شفت برضه غلطتي هتزيد عندك عشان هخلف لك. حرام عليك يا سماره، ما تعذبينيش اكتر من كده. انا بحبك بعبودك يا سماره صدقيني، ومستعد اعمل اي حاجه عشان ترضي عني. كذاب. لا يا سمارة، لازم تصدقيني. اعملي معروف صدقيني. اقول لك حاجة، اطلب اي حاجة شوف انا هعمل ايه. احط لي فلوس في البنك باسمي. احط لك اللي انت عايزاه. تحب احط لك كام؟ حط لي قد غلاوتي عندك بالظبط يا سلطان. بس كده هنشحت. اهو انت كده يا سماره بنت عليات بحق وحقيق. عايزاك يا بنت كل اللي تقوليه تاخديه، عايزاك تقشطيه وتحلبيه، بس على الله ما توقعيش في راجل وتحبيه ويجي هو يشيل الجمل بمحمل ويقشطك. ايه الكلام الماسخ اللي انت بتقوليه ده ياما؟ ليه شايفاني لسه عيله صغيره بتمص في صوابعها؟ فاشر يا حبيبتي، انا ما قلتش كده، بس انا عارفه الرجاله كلها كويس قوي وعارفة ألعبها. الراجل من دول يا بنت عامل زي التعبان، أول ما يسخن ويتدفى يطلع من جحره ويقرص القرصة اللي هي. ما تخافيش ياما، محدش يعرف يعمل معايا كده، لا في راجل يطلع ولا راجل يقرص. كان غيري كشتر يا نن عين أمك، الحب ملهوش كبير يا سمارة. عارفة يا بنت، لو أنت شلت الحب ده من قلبك وحطيتي بداله حجر هتبقي فوق 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 في السبع.
ايوه ياما، بس انا مش عايزه اخلف من الراجل اسمه سلطان ده، كل شويه عمال يزن على وداني. انا ما ينفعش برضه اخلف من راجل ما بحبوش. لسه بقول عليكي كده، طلعتي كده قطيع. طب يا ريت يا ريت يا سماره تحبلي وتشيلي منه، ساعت هو لما يعرف ان انت حبله تطلبي حبابي عينيه هيطلعها ويحطها تحت رجليكي. بس نعمل ايه؟ انا على راي المثل، الحبله اشتهته وجات المرضعه ورضعته. ما بحبهوش يوم اخلف من واحد ما بحبهوش ازاي؟ قطيعه تقطعك وتقطع الخلفه كلها. طب انا مش فاهمه ولا كلمه من انت قلتيها دلوقتي. يعني ايه؟ افهمك يا حبيبتي. بصي، مقصد كلامي اللي انا قلتهولك ده يعني ممكن قوي يبقى هو اللي معيوب وما بيخلفش. بس هو قال لي ان مسؤوله الثلاثه اللي طلقوا هم اللي معيوبين مش هو. انت عبيطه يا بنت ولا شكلك كده؟ نهار اسود، قال على راي المثل لو ما اشتكى العيان على وشه وعلى جسمه يبان. طب وال15 اللي قبل كده هم كمان كلهم معيوبين؟ يعني انت تقصدي ان العيب فيه هو مش فيهم هم؟ اسمعي يا سمار، اوعي يا بنتي تجيبي سيره الموضوع ده ولا تفتحيه قدامه ابدا. ما تفتحهاش ليه بقى؟ لو العيب فيه يبقى عندها حق تطلق. يا اخي ارحمني بقى، هو انت ايه؟ انت هو انت راجل ايه؟ انت راجل عندك مخ؟ ده انت حاطط ايه؟ انت عايز ايه؟ عايز البنت دي تقعد جنبك وتسيب الحس والنحنة اللي هي فيه عشان تلولك ازازة منوع المراتيش اللي انت بتدفعه كل يوم، وبعدين تقول سلامات يا بار. بس معلش يا بار، لو انت مش مبسوطة فلوس الدنيا ما تعوضهاش. معلش يا بار، وبلا افتح من قرفك ليه؟ ولا ارجع على قرفك يا هون. انا عشان خالد بتحبك وتموت فيك والله العظيم حقك عليا. انا بحبه. بحبه ايه؟ حبه مورس، الحب ما هو الا وراح. بقول لك ايه؟ قولي لابوك يبعد عني، حاطط على قلبي حجر. يا سبحان الله، غير الاحوال خلاص، ما بقاش في كلام حلو زي زمان. فينش ماني، فينش حب. اديك قلتها يا اخويا، فينش ماني، فينش حب. صدقيني يا بنتي اللي بتقوله ده مش كلام، ده سلمى عايزه تسمي دي حياتها. سمي لما يبقى بقى، حرام عليكم يا راجل، لميتوا علينا الحاره. طلعت عينيا، انت عايز مني ايه؟ بقول لك ايه؟ خش اوضتي يا اخويا، خش اوضتي وافتح الدولاب، الدرجه بتاعتي هتلاقي فيها ازازه خمره، هتمسدك وتريح دماغك. اجري يلا خور. تعرفي ان دي اجمل حاجه قلتيها ليه؟ اكسكيوز مي. اكسكيوز مي؟ انت بتشتمني؟ شايفه؟ شايفه ابوكي بذمتك يا سماره؟ الراجل ده يتعاشر. هو انت معاشره اصلا ياما؟ ما تخلي الطبيب مستور بقى يا شيخه. كده يا مسعود، كده تخلي البيت تشخط بيا وتزعل مني انك لله يا شيخ؟ ده حتى يا بابا ما بقاش يتصل بيا، انا هفضل على الحال ده لامتى بس؟ هنعمل ايه يا حبيبتي؟ حظك كده. ماله حظها؟ مش هي اللي اختارت ولا علشان خطيبها ابن اختي؟ طب يعني هتفضل سايبها كده؟ ده انت عضو في البرلمان ووكيل الحزب وكل الناس بتعمل لك حساب، ومع ذلك ما انتش عارف تعمل اي حاجه لخطيبها. انا من كام يوم اتصلت برئيسه في اداره المخدرات وطمني عليه. هو انا يا بابا هفضل اطمن عليه كده وبس؟ ما تشوف حد يا بابا ينقله من الشغلانه اللي هو فيها دي. ايوه حقيقي يا عم مجيد، ما تحاول تلاقيه وتجيبه في حته قريبه. مش معقولة يعني بعد الجواز يبقى هو في ناحية وهي في ناحية، دي حتى ما تبقاش عيشة. بكرة يترقى ويبقى ضابط كبير ويقعد هنا على مكتب، ومش هيقوم بالمهمات اللي بيقوم بيها دلوقتي. والمفروض بقى ان احنا نصبر ونستنى لما ابن اختك يترقى. اصبروا، في امل كبير ان كريم يمسك وزارة الداخلية بعد الانتخابات، وساعتها بقى هطلب منه ياخده عنده في الوزارة، ولا علشان ابسطكوا اكتر هخليه يعمل له مكتبه هنا في السرايا. جرى ايه يا عم مجيد؟ بتتريق ولا ايه؟ انت بتتكلم عنها كانها مش بنتك. افرض بقى يا بابا انتوا ما كسبتوش الانتخابات، انا هفضل على الحال ده؟ ايه؟ ما كسبناش الانتخابات؟ يعني ايه ما كسبناش الانتخابات؟ هو حزبنا ده ايه؟ اي كلام؟ ده حزب الشعب يا بنتي.
يا سلام، وساعتها بقى هيعملوك ايه؟ وزير؟ انا يكفيني اخدم بلدي من غير اي منصب سوى وزير او رئيس وزراء. امال اللي انا عملته للبلد ده كله ايه؟ ها؟ دول كانوا عايزين يعملوا لي تمثال وانا رفضت. طب تقدر تقول لي يا عبد المجيد عملت ايه مع اللي قتل ابنك؟ مش لما اعرفه الاول. مش البنت اسمها ايه دي قالت لك عليه وقالت لك انها اتجوزته؟ قصدك سمارة يا ماما؟ ايوه قصدي زفتة سمارة. عملت ايه مع جوزها؟ صراحة أنا ما كنتش بالع مسألة إن إحنا نشتغل مع معلمة بتسهر وترقص قدام اللي يسهر واللي ما يسواش. يا ريتها بترقص وبس، دي كمان صاحبة الكباريه. أيوة أهو ده بقى قلع ما أضل سبيل، وأنت عارف كويس قوي يعني إيه صاحبة الكباريه. عارف طبعًا، علشان كده أنا أمنت على كل كلمة أنت قلتها. بس تفتكر هي زعلت من كلامي؟ يا عم تزعل ولا ما تزعلش، هي حرة. أصلها كانت عيبة كبيرة قوي في حقك وفي حق أبو علي. ده إحنا كنا هناكل تريقة يا جدع. كان اقعد اقول لك اهو، شايف دول اللي عاملين الرجاله دول شغالين مع واحده بتسهر وتفتح وبتسكر مع الزباين. لا 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 لا، يا الصراحه من الناحيه دي ما بتشربش. تعالى اشعرفك يا معلم سعد، كنت عايش معاها في الكباريه. لا اصل انا كنت قاعد معاها مره ساعه لما كانت شغاله في القهوه بتاعت امها، عزمت عليها بكاس ما رضيتش تشرب معايا، شربت هي تمر هندي. تمر هندي. هيا يا معلم سعد، سمرة دي بنت جدعة رغم كل الظروف اللي هي عايشة فيها دي، انما قلبها نظيف. يا ابو علي، البنت نغبشت في قلبك ولا ايه؟ لا يا معلم سعد، عيب عليك. انا عمري ما ابص لمرات واحد تاني ابدا، خصوصا يا معلم سعد لما تبقى مرات المعلم بتاعي. يعني انا لو طلبت من سعد وحسن الجمل انهم يجوا يقابلوني هييجوا يقابلوني؟ اه طبعا يوافقوا يقابلوك، دول يتمنوا يا معلم، بس هما بصراحة يعني خايفين عليك يا معلم. خايفين عليا من ايه بقى؟ ما انت عارف يا معلم، البوليس بيدور عليهم ومنكاش، يعني هيمشي وراهم يقطرهم يوصلوا لك توقع الفاس في الراس. اه ده عيب، ده انا المعلم فتوح، لو حبيت اجيبهم عشان يقابلوني ولا الدبان الازرق يعرف لهم طريق جره. طبعا يا معلم، انا عارف انت ابو التفانين. يا دي النيلة، ما تبطل كلمة معلم دي. اه قلت لك انا باسم سعاده البيه. سعاده البيه؟ ماشي يا معلم، قصدي ماشي يا سعاده البيه. عايزك تعرف لي اخبار سلطان وسماره اول باول، راحوا فين، بيعملوا ايه، ايه اللي في دماغهم بالظبط؟ ناويين بعد ما الكباريه اتحرق يرجعوه تاني ولا صرفوا نظر؟ اصل بصراحه بقى البنت سماره دي وحشاني قوي قوي قوي. ليك حق يا سعاده البيه، وهي دلوقتي بقت حاجة تانية خالص، حاجة ايه؟ قشطه على المهلبية. يخرب عقلك، ده انا بموت في المهلبية. انا بقى هغيرها خالص، هلبسها لبس ما حصلش واجيب لها العربية اللي هي. وهتعمل ايه في المعلم سلطان؟ هحرق قلبه عليها زي ما حرق قلبه. هتقول لي يا معلم انت ناوي على ايه عشان ابقى معاك على الخط يعني؟ انت اللي مش قادر تفرق وتقول لي يا سعاده البيه، وعمال تقول لي يا معلم يا معلم، ادخلك في حاجه كبيره زي دي؟ جاتك خيبة يا شيخ اتنين. طب اقول لك ايه، لا ليك دعوه لا بسماره ولا بسلطان من دلوقتي، مفهوم؟ حي ربنا يرضيك يا معلم سلطان، ربنا يخليك لينا يا رب. صباح الفل يا معلم. ادينا جمل يظهر ان احنا هنبقى تجار فاكهه بحق وحقيقي. فين ياض البضاعه ده؟ انا نسيت شكلها. هنعمل ايه بس يا معلم؟ اللي انا مستغرب له يا معلم ان سعاده البيه اختفى كده من غير لائحه ولا دستور. انت قلت ان سي فجاري
ردت فيه الروح ولا ده كان كلام أونطة؟ أونطة ازاي بس يا سيد المعلمين؟ ده أنا سامعه بوداني زي ما أنا سامعك كده. مال إيه اللي خلاه خرس مرة واحدة؟ هنعمل إيه يا معلم؟ تلاقيه عبد المأمور زينا. أنا مش عبد المخلوق، فاهم؟ أنا مش قصدي عليك أنت يا معلم، ما تفهمنيش خطأ. إذا كان على البضاعة أنا مش هغلب، هعرف أجيبها منين. وترد على التليفون يا واد. يا ريس دونجل، ما انت قلت مفيش حد غيرك انت والمعلم هو اللي يرد على التليفون. كلامك مظبوط يا متحكم. ماشي يا ريس، هرد انا على التليفون. جوانا يا عنبه. ايوه معلمي. امورنا معلمي. وديت طلبات للست؟ كله تمام يا معلم. وجزار قطع لك اللحمه من بيت النوح؟ زي الفل، تاكلها بالهنا والشفا معلمي. الست سماره بتقول لي ودي صندوق تفاح لبيت المعلمه عليات. صندوق تفاح بحاله المعلمة عليات؟ ايوه معلم. المعلمة عليات هتاكله ولا هياكل الواد البلطجي بتاعها؟ يا معلم بتقول لك اصل مسعود افندي صحته بعافيه شويه. ماشي، اذا كان عشان مسعود افندي يوديه اللي هو عاوزه، ده مهما كان كان راجل ابن عز. قوم يلا شوف شغل معلم. قوم ياض. تليفون عشانك يا معلم. مين يا اللي بيجي على السيره يا معلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بتتكلم جد؟ ايوه بقى. اوعى اسمع انت يا معلم الصوت بقى وتاكد بنفسك. الو سفنجري؟ حمد لله على السلامة، ألف حمد لله على السلامة يا سفنجري. هو إيه اللي حصل؟ وربنا ما أنا مصدق اللي حصل ده. ده الواد دونجر وراني الجرنان وصورتك فيه شر بره وبعيد منورة وتحتها مكتوب الكتيل. هو إيه اللي حصل؟ ولاو يا معلم سلطان، ما هو هيك بيكون الشغل. طب مش أقولك عاد إن سعادة البي كمان طلع لي شهادة وفاة. ولو لكن كنت هتدفن كيف؟ بس اعمل حسابك يا سفنجري، لو مت تاني مش هيرضوا يدفنوك. هيقولوا إن الميت ده اتدفن قبل كده. يخرب سر بيتك يا معلم سلطان، ده أنت طلعت ابن نمرة على رأي المصريين، ده وإيه؟ ابن نكتة كمان. ما علينا. مين؟ الست ناني؟ مين الست ناني؟ طبعا طبعا اكيد شغاله معانا. ايه؟ ما انت عارف سعاده البيه بتاعنا بيحب يشكل وعلى كل لون. ما علينا، خلينا في موضوعنا يا معلم سلطان. انت تلزمك بضاعه قديش؟ شو؟ 300 وقه مره واحده؟ لا لا يا معلم سلطان، يواش يواش، خف شويه. الموج عالي الايام دي. طيب على العموم انا راح ابلغ سعاده البي بطلبك. لا لا عن قريب ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه. خير يا معلم؟ كله حيبان يا دونجر. ايه رايك بقى؟ تمام يا معلم؟ يا دي النيل على معلم معلم معلم. اسم سعادة البيه. لا مؤاخذة يا سعادة البيه. بس ايه موضوع ناني دي؟ لا مؤاخذة بقى، حضرتك قادرة يا سعادة البيه. أنا كلفت الموضوع ده عشان الزبون لا مؤاخذة يحس إن أنا راسي على كل حاجة. بس أنا اللي مستغرب له، هو سعادة البيه من إمتى بيشغل معاه نسوان؟ هو انت هتستلم البضاعة امتى يا سلطان؟ بعد بكرة ان شاء الله، بس في مشكلة في نقلها. ليه بقى؟ بفكر ازاي هنمشي بيها. هو انت مشغل معاك نسوان قد ايه؟ وليه السؤال ده بقى؟ يا سلطان انت عارفني، احب اسأل السؤال اخد الاجابة على طول. علي على طول اهو، خدي عندك مرات دونجل ومرات حسن ومرات مضحكة ومرات عنبة والبنت اللي مات صاحب الساعة.
هما مش صبيان هنا. امال يعني دونجل هو اللي صابي ولا ايه؟ بطيار يا اخوي، عاوزين نخلص. يا اخي انا هقوم بقى يا معلم صالح. مستعجله قوي كده على ايه؟ يوه انا وانت قاعدين هنا والقهوه لوحدها. ما الولا بندق هناك. المال السايب بيعلم السرقه. يا شيخه حرام عليكي. الواد بندق ده غلبان وعايز ياكل عيش. وماله؟ مفيش حاجه مضمونه اليومين دول. وعلى راي المثل حرس ولا تخونش. عارفه انا نفسي في ايه يا بنت؟ نفسك في ايه يا معلم صالح؟ نفضل قاعدين مع بعض كده ليل وايام نهار. يا اخويا بلا خيبه، احنا حالتنا غير القعد مع بعض، ما ادينا قاعدين مع بعض ليل وايام نهار. انا قصدي يعني يبقى البيت ده بيتك. قصدك نتجوز؟ يا ريت يا ريت يا اخويا يا ريت. بس هعمل ايه في متعوس على خايب الرجل اللي انا في ذمته ده؟ انا ما بقتش اطيق اسمع سيرته. امال انا بس اعمل ايه اللي قاعده معاه في بيت واحد؟ هو ما مشيش وراك النهارده عشان يراقبك؟ المرض هده وقاعد في البيت زي قرد قطع. طب ما نخلص منه ازاي بس يا صالح؟ ده انا من ساعة يا اخويا ما انت خرجت من السجن وانا ريقي نشف اقول له طلقني، لا عايز يطلقني ولا عايز حتى يموت. بسيط، نشوف له الطريقة نصالحه بيها على عزرائيل. سيبك من عزرائيل دلوقتي وقول لي، التفاح اللي انا جبته لك من الصندوق اللي جايبه المعلم سلطان لمتعوز عجبك؟ يعجبني. فكرتيني، انا كنت عايز منك خدمه. اخص عليك يا صالح. خدمه؟ ده انت يا اخويا تؤمر وانا عليا التنفيذ. عايز اخش في زوارق المعلم سلطان واشتغل معاه وابقى واحد من رجالته. ايش معنى يا ساسه؟ انت تخشي لي قفه يا لولو، وانا لما اشتغل معاه الخير هيعم عليا وعليك يا روح قلبي. ايوه يا صالح، بس الشغل مع المعلم سلطان خطر. امي فطمتني من فوق يجي 40 سنه. انا صالح ابو شفتوره اللي سد في اي شغلانه. خلاص يبقى الكلام مش مع المعلم سلطان. امال مع مين؟ مع دونجل؟ او دونجل ده ايه؟ الكلام يبقى مع المعلمة الكبيرة. قصدك سمارة؟ جرالك ايه يا صالح؟ هو المعلم سلطان متجوز غير سمارة بنتي؟ تاهت ولقيناها كده، يبقى زيتنا في دقيقنا وزي الفل. يو بقى مالك جوزك شبرين ليه فتحية؟ يعني مش عارف ليه يا حسن؟ من ساعة ما خرجت من السجن وانا مش عارفة اتلم عليك. جرالك ايه يا فتحية؟ اللي يسمعك كده يقول ان احنا خرجنا من السجن بكيفهم. يا ست احنا هربانين والبوليس هيفضل ورانا. لا وانا بقى معلم سعد. اشهد بالحق يا معلم سعد، لحد امتى الحال ده هيفضل كده؟ معلش يا فتحية، الصبر حلو برضه، مين عارف ايه اللي هيحصل بكره؟ وبعدين انت بفضل الله مش ناقصك اي حاجه، لا انت ولا العيال. مش ناقصني؟ هل مش ناقصني ايه؟ ايه؟ ايه اللي ناقصك؟ احكي لي. ناقصني انت يا حسن، انت كنت مالي عليا كل حياتي، بتنور بيتي بدخلتك عليا. يا ساتر يا اخويا سلم ولا اقول دستور الاول؟ احنا مش قلنا نخف الرجل عن هنا شويه؟ انت قصدك فتحيه دونجل ولا حد تاني؟ هو في حد هنا تاني ولا ايه يا عم حسن يا جن؟ يعني بلاش ياكلوا لهم لقمه حلوه؟ اشمعنى مراتك كل يوم بتزغطك؟ انا خايف عليهم يا فتحيه. ما تخافش، انا واخده بالي كويس قوي. واخده بالك من ايه ولا هتاخدي بالك ازاي؟ افرض البوليس قطر كنت جاي لحد هنا، هنعمل ايه؟ خلاص بقى يا دونجل. فتحية عارفة كل الكلام ده. خلينا بقى في المهم، ايه سبب الزيارة الكريمة دي؟ سبب الزيارة الكريمة؟ ومال؟ نقول لك يا معلم سبب الزيارة. تفتيش. ايه تفتيش؟ جاي نفتشك يعني وكده؟ ايه ما انت حلو ودمك خفيف يا عم حسن. أصل أنت ما تعرفش أصول الشغل كويس يا عم حسن، اتعلم بقى من رئيس دونجل. أنا أحب أمر على المخازن بتاعته وأطمن على بضاعتي.
طب ما تيجي انزلك التربه اهو تجرد وترتاح. وكمان بتتريع على الريس بتاعك. والله ما لميت نفسك يا دنجل، لا اثر عليك طريق حياتك واتفينك دلوقتي. سيبه يا معلم سعد، خليه ينفش ريشه قدام البطه بتاعته. طب لما انت عايز تدفن بقى ما تغير اسمك وتسمي نفسك حسن الطرب. يوه انت هتفضلوا تتنقروا كده؟ قال لي قول لي يا اخويا انت كنت عاوزني ليه؟ مش انا اللي عايزك يا فتحية، معلمه سماره هي اللي عايزاك. طب مش عارف هي عاوزاني في ايه؟ ما اعرفش، هي قالت لي جمع لي الحريم وخليهم يعدوا عليا النهارده. بقى تلاقيها عامله لهم قعده. قعده ايه يا معلم سعد؟ بس انتوا ما تعرفوش حاجه، المعلمه سماره ناويه تدخل الكار بتاعنا هي كمان. انت مين قال لك يا دنجل ان احنا ما نعرفش؟ احنا عارفين الموضوع ده من اوله يا دنجل. ازاي؟ اذا كنت انا عارف النهارده بس. ما هو ده اللي انا بحاول اقوله لك وانت مش عايز تعرفه يا دنجل، انك هتفضل طول عمرك دونج اخر من يعلم. ازيكم يا نسوان عاملين ايه؟ الحمد لله. بس ده كتير قوي يا ست سمار. يا اختي البيت بيتكم، ربنا يجعله عمر يا ست الكل ويهدي سرك انت والمعلم يا رب. قوليلي الواد عنب لسه بيمد ايده عليك يا بنت؟ الهي يسعدك ويخليك لينا يا ست الكل، ده انت من ساعه ما كلمتيه وهو ماشي معايا ايه الف ألف وب وجيم كمان. تعالوا نقعد، عايزه اتكلم معاكم في موضوع مهم قوي. اصل انا مش عارفه نسوان ايه دول اللي يخلوا رجالتهم يمد ايديهم عليهم. ليه هو الريس دونجل مش شادد حلو معاكي ولا ايه؟ فشل يا حبيبتي، ده انا اشخط فيه الشخطه رجليه يسيبوا في بعض. نعمات توزع عليهم الحلويات. عينيا ويقفلوا بقى الموضوع ده، عايزين نتكلم في المهم. خير يا اختي، عنب جوزي باكد عليا في الراحه والجايه على القعده دي. هو انتوا مش بتشتغلوا برضو مع المعلم في الصمت؟ ايه مالكوا اتخضيتوا كده ليه؟ هو انا لا سمح الله قلت حاجه عيب؟ لا مؤاخذه يا ست سمار، انت مين اللي قالك الكلام ده؟ ومالك يا اختي مخدوده قوي كده؟ تكونيش فاكراني هبلغ عنكوا؟ لا ابدا، اصل بصراحه ما حدش يعرف الكلام ده غير المعلم. ومين اللي قالك كده؟ المعلم ساعة؟ لا دي الأوامر وكلنا بننفذها. تلاقي اللي ينشك في لسانه دونجل هو اللي قالك. وليه ما يكونش المعلم بذات نفسه هو اللي قالك؟ ولعلمك الشغل بعد كده هيكون معايا. يا لهوي، والمعلم موافق؟ ما يوافقش ليه؟ هو يقدر يكسر لي كلمة؟ الكلمة بعد كده هتبقى كلمتي والشورى شورتي. طب ودونجل خلاص كده راحت عليه؟ ما انا كنت جايه في الكلام وهقولك على بقيه الترتيبات الجديده. وماله يا حبيبتي؟ طب والله انت تستاهلي كل خير. كتر خيرك يا فتحيه، انتوا من هنا ورايح انتوا اللي هتمسكوا الشغل، تقطعوا في البيت وتوزعوا كمان على التجار. طب والرجاله؟ ده دونجل يمشي يكلم نفسه. اصل انت ما تعرفيش يا ست الكل ان دونجل هو ذراع المعلم اليمين. يا سلام، وحسن جوزي ايه؟ طيشه؟ ده هو الوحيد اللي كان ماسك الشغل زي ما كان ماسكه مع المعلم فتوح بالظبط. ايه يا اختي انت وهي مالك؟ المعلم سعد طول عمره معلم. ترى ايه؟ هما انتوا جايين تقسموا التركه وكل واحد تاخد نيبه وتمشي؟ ما انا بصراحه كده حاسه انك عايزه تقلبي الرجاله. مين اللي قالك كده؟ مش هنعرف نشتغل من غيرك. وهتشغليهم ايه ان شاء الله؟ هشغلهم حرس. اي انتوا تنزلوا توزعوا البضاعه وهم يمشوا وراكم من بعيد لبعيد، اي خطر ينبهوكم. بس انا بيني وبينكم قعدت مع المعلم كده لقيت الامور مش عجباني، ما عندوش حرس خالص. قلت له النسوان هي اللي تشتغل، محدش هيشك فيها ولا حد هيفتشها. الرجاله بقى من بعيد لبعيد، نضرجيه يعني. يا نهار اسوح، المخ ده هو ده؟ ايوه كده، خليهم يعرفوا قيمه نسوانهم. هقلقوا لي يا ست الستات، انت على كده بقى هتبطلي راس؟ لا اكيد الست سمارة هتشتغل في الاتنين. لا، هشتغل بس في الصنف. زين ما عملتي يا اختي، علشان بكره يقولوا ما يجيبها الا نسوانها. عندك حق يا بنت فوزيه، انا هخليهم يقولوا ما تجيبها لنسوانها.